عمرنا ما تكلمنا عن الإسلام أو على أي ديانة. نحن نتكلم على المتطرفين المجاهدين الإسلاميين، وهم مجاهدين ومجرمين ليس لهم صلة بالإسلام. يعني الناس اللي بيفهموا من وراء كلامنا ان احنا بنتحدث عن الإسلام وليس عن الإرهابيين هم اللي بيعملوا خطأ، وخطأ كبير في حق لماذا لا الإسلام وحق تميزون المسلمين. بشكل واضح؟